بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. أكثر ما تخشاه على نفسك يا يوسف هو الفتنة، فأنت تحمل مؤهلات كثيرة، فها هي امرأة العزيز لا تكف عن إعجابها بك، لقد شغفت بك حبا. ما الذي يلفت نظر مولاتي ملكة البلاد في هذه الساعة؟ أراك شاردة يا مولاتي. لا شيء يا ياشورة، غير أنه دائما ما أسرح بخيالي في أشياء جميلة. مولاتي اتركي للخيال العنان كيفما شئت، ولكن لا تطبقي هذا في الواقع. ماذا تقصدين؟ يوسف. ماذا جرى ليوسف؟ هل هو بخير؟ نعم يوسف بخير، أما مولاتي؟ ماذا؟ قولي ماذا جرى لمولاتك؟ مولاتي هل يتملكك حب يوسف؟ لا، ماذا تقولين؟ لا يا ملكة البلاد، هذا أمر أوضح من شمس النهار. لهذه الدرجة؟ يبدو على زليخة حبها وضعفها أمام يوسف. أخشى أن يسترق مولاي عزيز مصر السمع. سأنصرف يا مولاتي، فإن الأمر أخطر مما تتخيلين. ألي هذا الحال؟ وصلت بك مشاعرك يا زليخة؟ أصبحت عاشقة؟ ولمن؟ عبراني؟ على ماذا أنت مقدمة يا ملكة البلاد؟ لابد من عملية كبيرة نثبت بها للبلاط العالي أن المعبد ليس ضعيفاً، وأننا قادرون على سحقهم. ولكن أمنحتب قد رتب أوراقه وجهز جيوشه أيها الكاهن العظيم. أيها الغبي، أقول لك سنقوم بعملية كبيرة ولم أقل حرباً. كما تحب وتشاء أيها الكاهن العظيم. علينا أن نحافظ على قوة وهيبة آمون، فهو مصدر قوتنا وسيادتنا في هذه البلاد. نحن مستعدون يا كبير الكهنة. أريد أن أطمئن على قوة جيوش الملك ومدى استعدادها للقتال. لقتال من يا مولاي عزيز مصر؟ الأعداء في كل مكان يحاوطوننا، يريدون إسقاط ملكنا على طيبة. ثق بي يا مولاي، قواتنا جاهزة. لا يوجد على هذه الأرض من يقوى على قتالنا، ولكن للمعبد أيضا جنود يا رودامون. نحن الأقوى يا مولاي. ما دمت أنت قائد قواتي فلن أقلق أبداً، تستطيع الانصراف. مولاي عزيز مصر. زخار، أريد أن أطمئن منك على يوسف. يوسف إنسان مثالي يا مولاي، تقي عفوف، نقي السريرة، مستأمن على المال والعرض. أشعر أن يوسف هو أقرب الناس إلى قلبي، أشعر بثقة غالية فيه يا زخار. يوسف أهل للثقة يا مولاي عزيز مصر. أظنه زاهداً في الملك والزعامة، لا يرغب في شيء مما نحن فيه من متاع الدنيا. هو زاهد عابد متوجه للإله بكل روحه. إذا كان إله يوسف يحث على كل هذه الفضائل،
فمن يكون آمون؟ هذا الذي يأخذ ولا يعطي، ولا ينصح ولا يعلم. ابحث في نفس يوسف عن الطهر والنقاء، تجده في أجمل صورة. أراك تحب يوسف يا زخار. من الذي تجرأ وقاتل جنودي في هذه البلاد؟ من الذي تجرأ ليكسر هيبتي ويقتلع جذور ملكي؟ لا تقلق يا مولاي ملك البلاد، فإن التحقيقات ستبدأ فيما جرى ولن يفلت من فعلها. تحقيقات؟ أي تحقيقات يا زخار؟ من الذي أخذته العزة لهذه الدرجة وحاول اقتحام قصري؟ إن لك أعداء يا مولاي. من هم يا رجل؟ من هم؟ وكيف خططوا ودبروا هذه المفاجأة الصاعقة؟ مولاي ملك البلاد، دعنا نحقق في الأمر. حقق حقق، ولكن هذا لن يشفي غليلي أبدا. حقق حقق. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ من أنت أيها الجندي؟ لا تريد أن تتكلم، ها؟ تكلم. كفى كفى، لن أنطق بكلمة واحدة. كأنك أنت من تأمر وتنهى هنا. قل لي، لحساب من تعمل أيها الجندي الباسل الشجاع؟ تكلم. آمون، أنت من عبيد آمون المخلصين. إن العملية التي قمنا بها قد هزت عرشهم وزلزلت قلوبهم، وقد تمكن الرعب من البلاط العالي. الآن يقومون بنشر قوتهم في كل الأماكن بحثاً عن الأبطال الذين قاموا بالعملية السريعة الخاطفة. دعهم في غرورهم يعمهون، ما هم إلا قلة من المتكبرين على الإله آمون. لا تغضب يا إله الآلهة، لا تغضب، نم هانئا وقر عينا يا آمون. أرى أن العزيز والملك ستحدث بينهما فرقة وانشقاق أيها الكاهن العظيم. أنا لا يشغلني هذا، فطموحي هو الإطاحة بهم من سدة حكم طيبة. طموحي هو ملكهم. كيف تجرأ هؤلاء يا رودامون على مواجهة البلاط الملكي ومهاجمته؟ هل ضاعت هيبة الملوك؟ مولاي عزيز مصر، سيتم القبض عليهم في أسرع وقت ممكن. ليست القضية أن يتم القبض عليهم، إنما كيف فعلوا ذلك؟ من وراء ما يجري في طيبة يا رودامون؟ الحرب شرسة يا مولاي، ولنا أعداء في الداخل والخارج ينتظرون سقوطنا. لن نسقط أبدا. اذهب عني الآن، اذهب، هيا.
وكان يوسف الصديق لا يمل من الدعوة إلى الله مهما كانت العراقيل. كان يحارب عبادة الأصنام، ولكنه لم يكن يعرف أنه هدف قريب لفتنة النساء، وما يدور في خلد زوجة العزيز التي أحبته وأعدت العدة لمحنته التاريخية المشهورة. إنه خاتم الملك، يريدون أن يرسلوا إلينا رسالة أنهم عرفوا من هاجم قصرهم. يا ياشورة، ياشورة! مولاتي ملكة البلاد زليخة. أين مولاك يا عزيز مصر؟ عند الملكة أمين حطب بعد أن هاجموا قصره. إذن أرسلي في طلب يوسف حالا. بسم الله الرحمن الرحيم.